واش اخوتي مرحبا بكم في فيديو جديد. مهم كنت جالس قلت علاش ما نوصل نكمل لكم الفيديو اللي فات. مهم الفيديو اللي فات كنا حبسنا في المرحلة ديال التدخين، دزنا على الخطوات كاملين ديال المرحلة ديال التدخين، يعني كيفاش كتمشي من الاول مرحلة حتى الاخر مرحلة. في هذا الفيديو غادي يكون الطريقة كيفاش ندوزو من المرحلة ديال التدخين للمرحلة ديال التنشيف، وغنوريكم الطريقة ديال المرحلة ديال التنشيف كيفاش تبقاو غاديين فيها حتى هي بخطوة بخطوة. المهم اخوتي بقاو معانا. كما شفنا اخوتي في الفيديو اللي فات وصلنا لاخر مرحلة هي المرحلة ديال التدخين، يعني مشينا بخطوه بخطوه وصلنا لاخر مرحله اللي هي وصلنا ل 3500 كالوري. الناس اللي مازال ما شافوش الفيديو غتلقاو الفيديو في الديسكريبسيون، سيروا تفرجوا فيه عاد تفرجوا في هذا الفيديو. المهم كما قلنا وصلنا 3500 كالوري باش نكسبوا واحد الكتله عضليه اللي زوينه، واحد الكتله عضليه اللي صافيه. المهم من هذيك 3500 يعني كيكون هو لا فان ديال مرحله التدخين. يعني ملي كتجي انت كتتسالي المرحله ديال التدخين راه ما يمكنش لك تبقى في المرحله ديال التدخين يعني فوق 6 شهور 7 شهور 8 شهور، فهمتيني؟ يعني خصك تربي واحد المده ودوز ضروري المرحله ديال التنشيف، هذه ضروريه. غادي تشوفوا اننا في المرحله ديال التدخين طلعنا بواحد الخطوات اللي تنزيدوا بهم عدد ديال السعرات الحراريه، تنزيدوهم بشويه بشويه. يعني كنا غنمشينا ب 100 سعره حراريه، داز 3 سيمانات مشينا ب 200 سعره حراريه، وحنا كنمشيو بحال هكا طلعنا بدرجه بدرجه، ما جيناش وطلعنا كلشي في دقه. داكشي علاش في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم كيفاش غادي نطلعوا من المرحله ديال التدخين، غادي ندوزوا بعدا للمرحله ديال التنشيف عاد غادي نبقاو هابطين. المهم اول خطوه اللي غادي نديرو هي كما قلنا قبيله وصلنا 3500 سعره حراريه، يعني غنديرو حنا حاليا سالينا مرحله ديال التدخين، يعني بحال انا لا غد لي غادي نبدا المرحله ديال التنشيف، يعني شنو خصني ندير؟ اول حاجه هذيك 3500 يعني تكون انت ديجا ضربتي بها واحد شهر اولا شهرين، يعني لوكور ديالك تادابط عليها، شهر شهر ونص شهرين ماشي مشكل، يعني الجسم ديالك تادابط عليها. كما طلعنا بخطوه بخطوه في هذه المرحله غادي نهبطوا بخطوه بخطوه. يعني كيفاش غندوز من المرحله ديال التدخين للمرحله ديال التنشيف غادي تهبط بخطوه بخطوه، فهمتيني؟ وصلنا 3500 واخا غادي لا غد ليه، انت عندك 3500 لا غد ليه غادي نديرو 3400، ما غنجيوش نهبطو كلشي حيت هبط كلشي لوكور ديالك ما غاديش غادي يستجيب، ولكن غطيح عضله غطيح ميسكل غطيح كلشي. غادي نهبطو لا غد ليه 3400 سعره حراريه، نضربو بها سيمانه. السمانه اللي موراها غادي ناخذو 3300 سعره حراريه، غادي نضربو بها سيمانه، يعني كل سيمانه غادي نحاولوا نقصوا 100 كالوري حتى توصل للمانتونونس ديال لو بو ديالك. كانت فيك مثلا 80 كيلو غادي تشوف المانتونونس ديالك غادي تجيك مثلا واحد 3000 سعره حراريه، من غتوصل 3000 سعره حراريه يعني ديك الساعه الجسم ديالك ديك الساعه هو فاش غادي يبقى في لو بو ديالو، يعني ما غادي يزيد ما غادي ينقص، يعني ديك الساعه غادي تبدا مرحله ديال التنشيف. هنا بحال اللي تنقولوا هنا الخطوه الكبيره ديال المرحله ديال التنشيف. واخا غادي تشد اخويا ورقه والسيلو غادي تقيد، غادي دير السمانه الاولى غادي تضرب بها بهذيك 3000 كالوري، ضرب بها سيمانه، حاول تضرب بها سيمانه. السمانه الثانيه ضرب ب 2900، غادي تبقى غادي وتهبط بحال اللي درنا في مرحله ديال التدخين غادي نديرو في مرحله ديال التنشيف، غير دابا مختلفه شويه، فهمتيني؟ على حسب دابا على حسب الوقت اللي بغيتي دير فيه انت، وعلى حسب كي غادي تشوف راسك من هنا للقدام. راه تقدر انت دير شهرين، واحد اخر يدير 4 شهور، واحد اخر يدير 6 شهور، كل واحد شحال غادي يدير في مرحله ديال التنشيف، فهمتيني؟ على حسب لوبجي اللي غادي تشوف انت الجسم ديالك واش عجبك ولا لا. كما قلنا غادي تكون عندك انت مثلا 3000 سعره حراريه يبقى غادي تهبط 100 كل سيمانه، ونقص 100 كالوري كل سيمانه نقص 100. هذه الخطوه ديرها في بالك، راه كنهضر مع الناس اللي ما عارفينش، فهمتيني؟ حيت هذا الشيء بزاف الناس ما عارفينوش خصهم يعرفوه. كل سيمانه حاول تنقص 100 سعره حراريه، يعني الا ضربتي مثلا واحد 3 شهور غادي تلقى راسك نقصتي مثلا، انا ما حسبتها الصراحه، ولكن كتلقى راسك ضربتي مثلا واحد 1200 سعره حراريه ولا 1000 اللي نقصتي في 3 شهور، يعني راه مزيانه، فهمتيني؟ وتبقى غادي كل ما لاسيش طوال كل ما الجسم ديالك كيستجيب وكيتادابط، كل ما النتائج كيبانوا لك واعره، كل ما النتائج كيبانوا لك رهيبه، فهمتيني؟
ومهم بعض المعلومات اللي خصني نزيدهم هذه بعدا تطرقنا ليها ديال كل سيمانه حاولت نقص 100 سعره حراريه. واخا جات واحد السيمانه لقيتي راسك ما تبدلتيش، شفتي في المرايه لقيتي راسك مثلا وصلتي 3500 وصلتي 2500 لقيتي راسك مازال في نفس لو بوا مثلا اللي كنتي فيه السيمانه اللي فاتت، ولا في نفس الفيزيك اللي كنتي فيه في السيمانه اللي فاتت، يعني ما تبدلتيش. وصلتي 2500 يعني ما تبدلتيش، ما نقصتي ما زدتي ما حتى شي حاجه. واخا هنا لو كور ديالنا خصنا نلعبوا معاه، خصنا ديك فهاد المرحله خصنا نعطيه شي لعيبات باش يزيد لو كور ديالنا يطيح، حيت الجسم ديال الانسان كيوصل لواحد المرحله اللي صافي تعرف راسو انه ولا تيفقد بزاف ديال الطاقه، يعني ولا تيفقد بزاف ديال السعرات الحراريه. هنا تيجي الجسم ديالك اش كيدير، تيقول بركه ما غنعاودش نطيح البوا، ما غاديش نعاود نحيد الاستحمام ولا نحيد شي حاجه، حيت داكشي كيحتاجو هو في فتره ديال الجوع اللي كتكون انت فيها جوعان، اللي ما كليتيش مثلا شي نهار يومين ثلاث ايام، تيشد هو داك ستوكاج ديالك اللي مخزن الدخون عاد تيحرق منه، يعني ما يمكنش انت تفرض عليه حرق منه، انت فرضتي عليه في المره الاولى يعني هو غيفرض عليك في المره الثانيه، يعني المره الثانيه صافي هو تيحبس تيقول لك ما غنقش لك اخويا في البوا وما غنحيدش لك الشحمه. واخا هنا شنو غادي نديرو؟ هنا غادي تلعب معاه اللعبه الاولى اللي هي غادي نحاولوا نحيدوا ليه 200 سعره حراريه. واخا كنا كما قلنا قبيله غنبقاو غادي نهبطوا ب 100، منين غادي تشوف اخويا راسك ما كتبدلش حاول تحيد ليه 200، فهمتيني؟ ما تفوتش 200، 150 200 مزيانه، منين غادي تحيد ليه ديك 200 سعره حراريه الجسم ديالك يقدر يبقى على حسب كل جسم والاخر ديالو، الجسم ديالك يقدر ما يبغيش يزيد لك ويقدر يهبط، يعني انت وزهرك بحال نقول لك يقدر يهبط، يعني حتى بحال نسمى قلب شيء على حيت الجسم ديالنا انفو تيولف واحد الحاجه صافي تيجي واحد المده تيتادابط عليها ما تيبقاش يتسوق لها تتولي تجي عاديه، فهمتوني؟ مثلا انا كنت نشرب كل نهار تنشرب مثلا تنشرب عصير ديال 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 الفريز كل نهار كل نهار كل نهار، الجسم ديالي غيتعود عليه، فهمتيني؟ واحد النهار اش خصني نعطيه عصير مثلا ديال الحامض، فهمتيني؟ هذه غير مثال باش نبين لكم بلي هاد المرحله هادي كما قلنا غادي توصل غادي تحيد ليه 200 سعره حراريه، هنا يقدر يستجب معك، ما توليش تحيد ليه 100، حيدتي ليه 200 باش يحاول ينقص لك لو بوا شويه. واخا ما بغاش يحيد لك الشحمه، ولا ما بغاش ينقص لك في لو بوا، ولا ما بغاش يتادابط معاك كاع منين حيدتي له ديك 200 سعره حراريه. واخا هنا غتفكر شنو غادي ندير، هنا غادي تقدر دير ريفيد، نهار ديال ريفيد نقدر نقول لك، نهار نقدر نقول لك وجبه وحده على حسب، يعني هنا باش مزيان لي كوتش تيكونوا تيعاونوك وتيكونوا عارفين، المهم تعرفوا الاجسام كي دايرين، المهم هنا فين شي نفعوا لك كوتش، اللي ما كانش عندك كوتش المهم جرب، حيت حنا الاجسام ديالك خصك تجرب في فهاد الرياضه حنا راه كنجربوا، فهمتوني؟ المهم كما قلنا خصك دير واحد الوجبه اللي بحال تنقولوا تشيت ميل، فهمتيني؟ هي راه ماشي مهمه ولكن خصك تقولب بها لو كور ديالك، تقولب بها الجسم ديالك. غنشرح لكم كيفاش. كنتي كما قلنا عطينا 2500 حيدنا ليه ديك 200 ما بغاش، يعني وصلنا ل 2300 داز السيمانه عليها ما بغاش، مازال لقيناه في نفس البوا، شنو خصك دير ليه؟ خصك تمشي غتعطيه واحد النسبه ديال السعرات الحراريه داك النهار اللي غادي تجي، ما غاديش تعطيه، ما تعطيهش 2300 اللي كنتي فيها انت، غادي تعطيه 3000 كالوري، ولا غادي تعطيه 3000 غتعطيه 2900 كالوري، يعني غتزيد واحد 500 كالوري في داك النهار، ومعقوله غادي تزيد 500 كالوري في داك النهار، غادي تولي تعطيه 2800 غير نهار واحد، نهار واحد غادي تحاول تزيد فيها 700 كالوري ولا 600، مهم بحال من 500 ل 700 كالوري مزيانه، غادي تضرب شي تشيت ميل، من الاحسن ما يكونش فيها السكر، من الاحسن تقدر تاكل مع داركم شنو سميتها كسكسو، تقدر تاكل مع داركم الرفيسه، تقدر تاكل شي حاجه اللي ما فيهاش السكر، من الاحسن السكر تيفسد الجسم، السكر هو العدو للجسم كما قلنا الجسم فاش بقينا. المهم غادي تحاول تضرب هذيك التيتميل، منين غادي تضرب ديك التيتميل الجسم ديالك اش كيقول؟ كيقول دابا هاد خونا هذا راه انا عطيتكم بحال تنخدم معاكم بانني انا هو الجسم ديالكم، وكيتهضر كيقول هاد خونا هذا واخا صافي كنا في واحد المرحله ديال الجوع صافي هو دخل لي الماكله، اذا الماكله غادي تقدر تدخل لي ديما، علاش؟ شوفك عطيتيه
عطيتي واحد 700 كالوري زايده ماشي بحال الايامات العاديه. الايامات العاديه كنتي كتعطي غير 2300 كل نهار 2300 كل نهار صافي تادابط عليها. دابا تجي تعطي 2000 2900 3000 تيقول صافي لا غد ليه شنو غتلقى انت؟ غتلقى لو بو ديالك طلع. كنت في 80 كيلو غتلقى البو ديالك تزاد واحد 3 كيلو ولا 4. وهذيك راه ماشي دهون وماشي عضلات، هذيك راه غير الماء، غير النسبه ديال الكربوهيدرات اللي كليتي انت في ديك الوجبه تشيت من البارح شدات لك الماء. فهمتوني؟ المهم انا غادي معاكم بخطوه بخطوه. شدات لكم الماء، ملي كتشد لكم الماء انت كتمشي تعبر لو بو ديالك كتقول واه شنو درت تزدت 4 كيلو ولا هذيك راه كامله ماء، كامله تتزاد كامله ماء حيت الكربوهيدرات كيشدوا معاهم الماء. راه هذه حاجه معروفه، راه كل غرام تتشد مع 30 مليلتر ديال الماء. واخا كتوصل لهذيك المرحله ديال لو بوا انت كتهضر ما كتفهم والو، كتقول لا ما كانش عليا وكذا، ولكن ما خصكش تندم حيت غادي ترجع لك، هذه غترجع لك حاجه ايجابيه من بعد. لا غد ليه فاش غترجع؟ لا غد ليه ما غترجعش ل 2300، غترجع ل 2200. غادي نكملوا ب 100 سعره حراريه اللي كنا فيها في الاول. 100 سعره حراريه كنا قلت لكم في الاول الفيديو اش غادي هابط 100، غادي تكمل بها، غادي تبقى غادي هابط 100، غادي تضرب بهذيك 2200 غتضرب بها سيمانه، ضربتي بها سيمانه سير اخويا شوف راسك في المرايه وشوف لو بوي ديالك وتفكرني. شوف راسك في المرايه وشوف لو بوي ديالك وغادي تفكرني مزيان. غادي تلقى الجسم ديالك تبدل. علاش؟ منين تعطي هذاك التشيشميل ولا داك النهاريه تعطيتيه واحد الريفي داي ولا شي حاجه بحال اللي تنقولوا الجسم ديالك كيتفوه. علاش؟ حيت تتبقى قتلتيه بهذيك النقصان نقصان نقصان، هو صافي تيولف الحاجه لو ولف. مثلا انا نعطيكم شي مثال، مثلا انا ولفت مثلا نقز من شي بلاصه، هذيك البلاصه راه تولي تجيني عاديه تنقز منها، ولا ولفت شي موفمون هذاك الموفمون تيولي يجيني عادي. فهمتي؟ ضروري خصك تبدل، اتبدل لي انت بهذيك الوجبه ديال التيتميل ولا شي لعيبه بحال هكا، من بعد غترجع راه نهار ولا وجبه. المهم اللي بغيتي ديرو نهار ولا وجبه على حسب الجسم ديالك. ملي كتبدل ليه كاعتك غادي تشوف تغير في الجسم ديالك ديال بصح. غادي تبقى غادي كمل معاها هكا، غادي توصل 2200، غادي تكمل 2100، غادي تحاول هذيك 700 اللي زدتي ليه ديك الايامات، هذيك اللي زدتي ليه داك النهار حاول تحيدها من الايامات اللي جاي لك من بعد. مثلا كنت انا كليت داك النهار كلينا 2800 سعره حراريه، هذيك 2800 حاول كل نهار تحيد 50 كالوري. كنتي كتاكل 2100 حاول تحيد 50، كل اخويا 2050 كالوري باش تكمل. حيت الجسم ديالك اش كيدير؟ الجسم ديالك راه ماشي كل نهار تيجي تيحسب لك في الاخر هذا دخل مثلا دخل 3000 كالوري تيقيدها. لا، الجسم ديالك مولف لادابتاسيون، مولف يتادابط على واحد الحاجه. ملي تيتادابط صافي تيبقى غادي هكا، انت نهار كتغير ليه صافي حتى هو تيتغير. فهمتوني؟ يعني حاول هذيك 700 اللي زدنا في ذاك النهار حاولوا تنقصوها في الايامات اللي جايه، كل نهار نقص 50 ولا كل نهار نقص 100 مزيانه. ونصيحه من عندي، ما تهبطش على 2000 سعره حراريه. شي في الريجيم ديالك ما تهبطش على 2000 سعره حراريه. الا هبطتي على 2000 سعره حراريه غادي توقع واحد الديكالاج اللي كبير. نقدر نقول لك توصل 1900 سعره حراريه ولا 1800 تقدر توصل ليها في المرحله في السيمانه الاخرى ولا جوج سيمانات الاخرين، يعني ما تزيدش. حيت الا ضربتي ب 1800 وبقيتي هابط 1700 لا 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 هادشي ما خداماش غنجيك ديريكت ما خداماش. غتهبط 1700 لوكور ديالك مشى كلشي، غيطيح كلشي، عضله ميسكل كلشي غيطيح. هادشي راه هادشي بتجربتي مع الناس اللي كنخدم معاهم، هادشي بتجربتي فراسي نيت. فهمتيني؟ راه ما يمكنش الا عطيتي الجسم قل من 1800 ما يمكنش. المهم بالنسبه غنعطيكم واحد النقطه اخرى اللي خصك ديرها. علاش قلت لك ما تهبطش على 2000 كالوري؟ 2000 كالوري حاول ما تهبطش عليها. يعني من غتوصل ل 2000 كالوري غتقول لي مثلا انا واصل 2000 كالوري وتندير كل نهار تندير 45 دقيقه كارديو، يعني شنو غادي ندير؟ غتقول لي الجسم ديالي غيولف هذيك 45 دقيقه كارديو وغيولف 2000 كالوري، يعني ما غيبقاش يحرق ليا، يعني غتقول تنحرق كل نهار نفس الشيء. هنا فين غادي تجي الدور ديال غادي تزيد تطلع غادي تزيد تطلع الكارديو شويه، وغادي تزيد تطلع الضغط ديال لونطريمون ديالك. هنا غتيدخلوا بزاف ديال العوامل، تدخل مثلا في لونطريمون ندخلوا السوبر سيت، ندخلوا الجاين سيت، ندخلوا الاف سي تي 7، ندخلوا الدروب سيت، ندخلوا بزاف ديال العوامل. ما نساوش التمارين ديال المقاومه،
ما نساوش الباور ليفتين، التمارين ديال الضغط، ما نساوش التمارين ديال القوة، فهمتيني؟ كاع حاول كاع التمارين اللي تحرقوا بزاف مزيانين، الكارديو نطلعوه، الكارديو نطلعوه فهاديك النسبة ديال ملي نوصلوا ل 2000 كالوري، يعني الجسم ديالك يكون مولف هذيك 45 دقيقة ولا في ديك 2000 كالوري، فريمون يقدر يبقى غادي لك بنفس السيستم، ما غاديش يحرق لك بزاف. نحاولوا نطلعوا النسبة ديال الكارديو، يعني في 45 دقيقة كنتي كتحرق 200 كالوري، غادي نزيدوا خويا هذيك ساعة ولا نزيدوا ديك 10 دقائق ولا 15 دقيقة ولا 5، انتو وعلى حسب المرحلة اللي وصلتي فيها، باش نحاولوا نحرقوا اكثر في ديك 4 ساعة ولا 10 دقائق اللي زايد، ونحاولوا نطلعوا النسبة ديال الشدة ديال التمرين ديال الكارديو في ديك الاخر ديال هذيك 4 ساعة. كل ما حركتي اكثر كل ما الجسم ديالك كيتادابط. المهم اخوتي، نحاول نكون عطيتكم واحد الفكره ملخصه جدا، راه شوني كنهضر بالزربه باش ما يجيش الفيديو طويل، حيت الموضوع طويل بزاف، حيت الا جيت نهضر نقدر الفيديو يجي فيه ساعه، وفي ساعه راكم عارفين الا بغيتي تابلودي في يوتيوب خاصك تقطع الكونيكسيون على المغرب كامله. المهم نتمنى تكونوا استفدتوا، وبليز بليز اللي عجبو الفيديو يبارطاجي، اللي عجبو الفيديو ما ينساش جيم، ما ينساش كومنت، راه شوفوا التحفيز راه باش تخليوني انا نزيد نعطيكم معلومات اكثر، راه كل ما عطيتوني نتوما اكثر كل ما سنعطيكم انا اكثر. راه الفيديو اللي فات واخا هكاك ما جابش نسبه تفاعل، شافوا 100 واحد 200 واحد ما عنديش مشكل، فهمتيني؟ مع الوقت كلشي تيتغير، ومع الوقت غيتبدل كلشي. المهم اخوتي ما نطولش عليكم، نتمنى تكونوا استفدتوا وتكونوا عمرتوا راسكم بهاد المعلومات الصغارين، يعني هاد المعلومات البازيك اللي عطيتكم، وتهلاو ليا فراسكم، ونتلاقاو في فيديو جديد اللي غادي يكون فيه حساب السعرات الحراريه ان شاء الله. المهم اخوتي تهلاو فراسكم.